تلاميذ الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. والدرس اليوم بعنوان الكهرباء في حياتنا. اصطحب معلم العلوم تلاميذه إلى معمل الوسائط بالمدرسة، وقد تعجب التلاميذ لأن المعلم طلب منهم التوجه إلى معمل الوسائط بدلا من معمل العلوم. يعني معلم العلوم صحب التلاميذ إلى معمل الوسائط، الطبيعي أنه هو يتوجه بهم إلى معمل العلوم، فتعجب التلاميذ لذلك لأن معلم العلوم اصطحبهم إلى معمل الوسائط بدلا من معمل العلوم. يبقى نركز مع بعض، لماذا تعجب التلاميذ؟ يبقى تعجب التلاميذ لأن معلم العلوم اصطحبهم إلى معمل الوسائط بدلا من معمل العلوم. المعاني في الجزء الفقرة ديت: اصطحب بمعنى صحبة. جلس التلاميذ أمام أجهزة الحاسوب يشاهدون بعض الصور. يبقى أين جلس التلاميذ؟ أمام أجهزة الحاسوب ليشاهدون بعض الصور. وفي أثناء اندماجهم يعني انسجامهم، وعكسها عزوفهم. وكلمة أثناء بمعنى خلال. وأثناء اندماجهم في المشاهدة انقطع التيار الكهربائي، الكهرباء انقطعت. انتهز المعلم هذه الفرصة، انتهز يعني استغل، وأخذ يحدث التلاميذ عن الكهرباء. ابتدى يتحدث مع التلاميذ عن الكهرباء، فهي لا غنى عنها في البيت أو المستشفى أو المدرسة أو الشارع أو المصنع. يبقى أذكر الأماكن التي لا يمكن أن نستغنى عن الكهرباء فيها: البيت، المستشفى، المدرسة، الشارع، المصنع. طيب، طبعا لو بصينا للبيت هنلاقي أن جميع الأجهزة المنزلية تعمل بالكهرباء، مثل الغسالة والثلاجة والمكواة والمدفأة. طب في المستشفى لا يمكن للطبيب إجراء أي عملية بدون استخدام الكهرباء، الطبيب مش هيقدر يقوم بعمل أي عملية بدون الكهرباء. في المدرسة أو الشارع، طبعا لو اتكلمنا عن الشارع إن يعوق انقطاع الكهرباء الحركة في الشارع ليلا، يعوق يعني يمنع، ما ينفعش أمشي بالليل في الشارع وما فيش نور، طبيعي يعني. أو المصنع، المصنع لأن الآلات في المصنع بتعمل بالكهرباء. فكل الأجهزة المنزلية التي تساعد أفراد الأسرة على إنجاز، معنى إنجاز إتمام أعمالهم، تعتمد على الكهرباء، مثل الثلاجة والغسالة والمكواة والمدفأة والسخان. يبقى ما أهمية الكهرباء في المنزل؟ يبقى كل الأجهزة المنزلية التي تساعد أفراد الأسرة تعتمد على الكهرباء، مثل الثلاجة، الغسالة، المكواة، المدفأة والسخان. في غرفة العمليات بالمستشفى لا يمكن إجراء أي عملية دون وجود تيار كهربائي، الطبيب لا يستطيع إجراء أي عملية، إجراء يعني عمل أي عملية بدون وجود تيار كهربائي. فكل الأجهزة التي يستخدمها الطبيب تدار بالكهرباء. في المصنع لا تدار معظم الآلات إلا بالكهرباء، يعني معظم الآلات في المصنع لا تدار إلا بالكهرباء. طيب في الشارع، يعوق قلنا يعني يمنع انقطاع التيار الكهربائي الحركة في الشارع ليلا. ثم تحدث المعلم عن مخترع الكهرباء ومخترع المصباح الكهربائي، ولكي يستثير المعلم انتباه التلاميذ طرح عليهم السؤال التالي: ماذا يحدث إذا انقطع التيار الكهربائي لمدة أسبوع؟ يستثير يعني يجذب ويحرك، المعلم عايز يستثير انتباه التلاميذ، عايز يجذب انتباه التلاميذ، يحرك انتباههم، تركيزهم، يشغلهم شوية. سألهم سؤال، قال لهم: ماذا يحدث إذا انقطع التيار الكهربائي لمدة أسبوع؟ يعني ممكن يجي له سؤال في القطعة ديت،
يقول لي: ما السؤال الذي طرحه المعلم حتى يستثير انتباه التلاميذ؟ يبقى الإجابة: ماذا يحدث إذا انقطع التيار الكهربائي لمدة أسبوع؟ لو أنت فكرت إيه اللي هيحصل لو انقطع التيار الكهربائي لمدة أسبوع، إجابتك ممكن تكون إيه؟ هتتعطل إيه؟ الشركات والمصانع، وعدم تحمل الناس درجات الحرارة في الصيف والبرودة في الشتاء. طبعا التكييفات هتتعطل، المدفأة هتتعطل، خلاص مفيش حاجة هتشتغل، فالناس مش هتقدر تتحمل درجات الحرارة في الصيف ولا البرودة في الشتاء، لأن المراوح ستتعطل والسخانات ستتوقف. من الإجابات التي أعجب بها التلاميذ إجابة نبيل صديق أمير. نبيل صديق أمير أجاب إجابة مختلفة خالص عن التلاميذ، فقد قال: عندما ينقطع التيار الكهربائي يجلس أفراد الأسرة معا يتحدثون ويتناقشون ويضحكون ويقضون وقتا جميلا. يبقى ما الإجابة التي قالها نبيل صديق أمير؟ يبقى قال إيه؟ عندما ينقطع التيار الكهربائي يجلس أفراد الأسرة يتحدثون ويتناقشون ويقضون أوقاتا جميلة. وعندما تأكد المعلم من إدراك التلاميذ أهمية الكهرباء، وكلمة إدراك بمعنى فهم، حثهم يعني شجعهم على حسن استخدام الكهرباء وتجنب مخاطرها. يبقى ما الذي حث المعلم التلاميذ عليه؟ حسن استخدام الكهرباء وتجنب مخاطرها. وطبعا احنا عارفين كلنا مخاطر الكهرباء. وتوجه المعلم نافذة المعمل، المعلم توجه الى نافذة المعمل، ثم اشار الى العامل، اشار للعامل في عادة الكهرباء. ضحك التلاميذ وعادوا الى فصولهم مسرورين. ضحك التلاميذ وعادوا الى فصلهم مسرورين. يبقى كيف عاد التلاميذ الى فصلهم؟ ها نقول مع بعض: مسرورين. تمام، ده كان الدرس بتاع الكهرباء. يعني درس الكهرباء بيتحدث، نشوف الأسئلة اللي عندنا. السؤال الأول، ممكن نجمع الدرس كده في سين وجيم. السؤال الأول: لماذا تعجب التلاميذ؟ لأن معلم العلوم اصطحبهم إلى معمل الوسائط بدلا من معمل العلوم. السؤال الثاني: أين جلس التلاميذ وماذا كانوا يشاهدون؟ الإجابة: جلس التلاميذ أمام أجهزة الحاسوب وكانوا يشاهدون بعض الصور. السؤال الثالث: ماذا حدث أثناء اندماج التلاميذ في المشاهدة؟ يبقى انقطع التيار الكهربائي. السؤال اللي بعد كده: اذكر بعض الأماكن التي لا غنى عن الكهرباء فيها. قلنا طبعا المنازل، قلنا المستشفى، المنازل والمستشفى، وايه تاني؟ والمدارس، ها، والمصانع. تمام، طيب ايه أهمية الكهرباء في المنازل؟ أهمية الكهرباء في المنازل ان الأجهزة الكهربائية تعمل بالايه يا ولاد؟ ها، تعمل بالكهرباء، زي الغسالة والثلاجة والمكواة والمدفأة. طيب أهمية الكهرباء في المستشفى أن الطبيب لا يستطيع إجراء أي عملية بدون وجود كهرباء. أهمية الكهرباء في الشارع، يعوق انقطاع الكهرباء الحركة في الشارع ليلا. أهمية الكهرباء في المصانع، أن معظم الآلات تدار بالإيه؟ بالكهرباء. ما السؤال الذي سأله المعلم حتى يستثير انتباه التلاميذ؟ السؤال كان ايه؟ ماذا يحدث اذا انقطع التيار الكهربائي لمدة اسبوع؟ طبعا الاجابة على السؤال دوت التلاميذ قالوا ايه؟ اذا انقطع التيار الكهربائي لمدة اسبوع تتعطل المصانع والشركات والمدارس، كل ده هيتعطل يا جماعة، صح ولا لا؟ طيب سؤال كمان: ما الاجابة التي قالها نبيل صديق أمير؟ إذا انقطع التيار الكهربائي لمدة أسبوع يجلس أفراد الأسرة يضحكون ويتناقشون ويقضون أوقاتا سعيدة. سؤال كمان: ما الذي حث المعلم التلاميذ عليه؟
حثهم على حسن استخدام الكهرباء وتجنب مخاطرها. طيب، كيف عاد التلاميذ إلى فصولهم أو فصلهم؟ عاد التلاميذ إلى فصلهم مسرورين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.